كيفكم؟ اخباركم؟ مش مسويين؟ طبعا اليوم جايبت لكم فيديو جديد، فكرة جديدة. طبعا اكيد تعرفوا اصدقاء قزقزح اللعبة، فانا اليوم جايبت لكم اكواد لهذه الشخصيات في روبلوكس ماب البيوت تحديدا. فقبل لا نبدأ المقطع لا تنسوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا الفيديوهات الاخيرة ما اشوف فيها تفاعل، اتفاعل على اخر فيديوهات وانشروها في كل مكان. فنبدأ ونشوف أول الأكواد إيش اللي راح تكون معانا. راح نبدأ مع أول شخصية معانا، راح نشوف. أول شي خليني أشيل هذه اللي عليها، لا أصلا ما أبغى ده، أبغى شخصية سويتها بروبلوكس عشان إيش اسمه، عشان ألعب إيش اسمه أسوي هذه الشخصيات. فيلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. انا بروح هناك عشان ما ابغى حد يزعجني، ابغى مكان ما حد يجي يزعجني فيه عشان اسوي لكم شخصيات كذا بسرعة بسرعة. يلا جو نشوف اول شخصية معانا مين حتكون. انا ترى ما اعرف اسمائهم للمعلومية. فجروا المقطع لايكات وتعليقات وانشروا المقطع في كل مكان. هذه اول شخصية معانا، خلينا نشوف كيف لون برتقالي. انا اقول البرتقالي اورنج، ما اعرف ايش اسمه، اكتبوا لي في التعليقات اسماءهم يا جماعة، لا تخلوني كذا انا ما اعرف شيء. خلاص هذه اكواد اول شخصية معانا. طيب ايش حنسوي دحين؟ نختار اللون الاورنجي هذا ونشوف الشخصية معانا الاولى. واو شايفين؟ طيب ايش حنسوي الوجه؟ نشوف اذا في وجه مناسب كذا. اوكي ندور نشوف وجه مناسب، وجه مناسب، وجه مناسب، ولو وجه شرير نشوف هذا. لا ما حلو، خلينا نخليه من غير وجه اصلا احسن. فهذه اول شخصية معانا، ايش رايكم فيها؟ والله اني جبتها، والله اني شاطرة وكشخة وفنانة، والله بجيب لكم شخصيات يعني ما هي موجودة، ما تحصلوها اصلا بسرعة في اي مكان. ف والله اتعب وانا ادور عليها، كتروا تعبي وفجروا المقطع لايكات وتعليقات وانشروه في كل مكان. دحين نشوف الشخصية الثانية، في بعضها الشخصيات على طول تحصليها كده بسرعة، بس في بعض الشخصيات والله ان روحك تطلع. دحين طيب الشخصية الاساسية اللي هي هذيك اللي لونه الازرق، حتى هو ما اعرف اسمه الله يهديني، بس فانتوا قولوا لي في التعليقات ايش اسمه هذا، ايش اسمه. دحين انا اوريكم، دقيقة، هذا ايش اسمه، هذا ايش اسمه، هذا ايش اسمه. طيب التاج اهم شيء، خلاص اكيد عرفتوا مين هذه الشخصية. اوكي جود جاب. اوكي يلا 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 مروا على اخر مقاطع وشوفوها ايش حنسوي. دحين نختار اللون الازرق عشان ممكن ما شفتوها. واو شايفين؟ واو 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 واو، ايش رايكم بالله؟ والله اني جبتها صح، هذه مره عجبتني. خلينا نروح هناك نستهبل على الناس شويه. يلا 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 يلا، ما في احد اصلا. ليش ما في احد؟ عشان اني بسوي مقطع في اخر الليل، عشان كذا ما في احد. نشوف يلا الشخصيات اللي بعدها، نشوف الشخصيه اللي بعدها. يلا نشوف، خلينا نشيل هذه الاشياء اول شيء كلها. طيب شيل ده وذا كمان. طيب ودحين نحط اول كود معانا للشخصية الثانية. بالله اكتبوا لي في التعليقات اذا تعرفوا الشخصيات، واذا ما تعرفوا كمان برضو اكتبوا لي. انا قاعدة اسوي شيء يمكن انتم ما تعرفوها اصلا، يعني قاعدة اسويها كده في الهواء سوا. يلا نشوف الشخصية هذه اللي بعدها، نشوف كده نختار اللون. شايفين الشخصية دي؟ نختار اللون، اللون اي هو، اين هو، اين هو هذا؟ لا هذا، يلا ده اتوقع هذا، لا لا ده هذا هذا خلاص هذا هذا. والله هذه الشخصية رقم اثنين، رقم ثلاثة. فايش رايكم قولوا لي؟ بس هذا استنى، وجه البنت هذا ليش معاه؟ انا ما ابغى وجه، ابغاها من غير وجه. طيب هذه الشخصية رقم ثلاثة، ايش رايكم فيها؟ خليني اروح هنا عند الناس كذا، شو يمكن لعل وعسى حد يعبرني. ما في حد يعبرنا اصلا.
انت بتشيلها شالتني. قلت ما في احد يعبرني، هذه شالتني ما بتوديني. طيب تعالي تعالي حبيبي، وين رايحه؟ تعالي خلينا، بس انا عندي شغل. ما بتوديني، ما بتوديني السوبر ماركت. استغفر الله. يلا خلاص خلينا نشوف الشخصيه اللي بعدها عشان ما نطول في المقطع. نشوف الشخصيه اللي بعدها. طيب اول شيء هشيل هذا ونشوف الشخصيه اللي بعدها. يلا انا اشوف هذه الالعاب، اشوفها على اليوتيوب، المشاهير اكثر شيء يلعبوها. طبعا انا عشان بلعب بالجوال صعب العب هذه الالعاب، بس ان شاء الله قريبا راح انتقل الى شو اسمه اللابتوب، وحالعب معكم العاب، انما العاب هتحبوها جدا جدا. طيب ما شلت هذا، هذا معاه ولا من غير؟ هذا مو حقه صح، هذا حق اللي قبل. طيب نخليه لون اخضر، اشوف كذا، اخضر اخضر اخضر، لا مو هذا، نشوف ذا، لا هذا هذا هذا، خلاص خلاص هذا. ايوه هذا، شايفين هذه الشخصية رقم ثا، لا اربعة مو ثلاثة، اربعة اربعة اربعة. هذه اميرتي، طبعا اميرتي هربت، خلينا نروح عندها سوبر ماركت نشوف ايش تبغى اميرتي. بتحاسب. خلينا اقول لها هاي، خلينا نكتب لها هاي، نشوف كذا هاي. مشغولة. خلاص خلينا نسرق من عندها ونخرج. انا باخذ كذا واخرج من المحل. يلا خلينا ناخذ الكيس هذا، ويلا مع السلامة. انا طالع طالع طالع، باي 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 باي. يلا نكمل ونشوف باقي الشخصيات الباقي. حتى اذا ما عجبكم المقطع برضو حطوا لي لايك، حرام انا مسكينة والله، حزين يعني والله، تعب واجيب لكم واتعنب، حطوا لي لايك. حتى اذا ما عجبكم المقطع حطوا لي لايك، بليز بليز بليز، خلي غيركم يشوفوا. طيب نشوف هذه الشخصية الصفراء، هذا من جد شو اسمه الوان قوس قزح. ايوه هذه البطة، هذه البطة انا عجبتني البطة اشكل شيء تقريبا، عجبتني البطة اشكل شيء تقريبا. دحين نشوف نغير اللون على اللون الاصفر كذا، اختار لون اصفر واشوفه، وجه مناسب، وجه مناسب، وجه 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 مناسب، هذا الوجه المناسب. ابو وجه، اشوف هذا الوجه ولا نخليها من غير شيء؟ واه كيوت، سو كيوت هذه، والله مرة حلوة. خلاص خلاص واعتمد هذه، مرة عجبتني، عجبتني هذه، عجبتني مرة هذه. خلاص البطة، طيب نشوف دحين الشخصية اللي بعدها اللي هي شخصية منو. طيب نشوف الشخصية اللي بعدها، باقي لنا شخصيتين فقط. بسرعة بسرعة، طبعا المقطع صار ده، انا بنفسي ماني مصدق يعني بسرعة. فحين نشوف الشخصية هذه، هذه ايوه ايوه اوه، هذه الشخصية، هذه الشخصية انا حبيتها ترى اصلا، بس لونها لون ايه؟ لا خلينا نخليها لون بشري كذا. ايوه خلينا نختار كذا، هذه الشخصية ايوه كذا زينا بشري اتوقع. شوف كده بخليها كذا هذه الشخصية، اوكي جايز. طيب انا بخليها هذه الشخصية كذا، فايش بسوي انا؟ الوجه، بشيل الوجه اللي على الوجه هذا، اشوف كذا اخلي ده كذا اوكي، بعدين اشيله. هذه هي الشخصية اللي بعدها، اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم بالشخصيات، وكم من 10 جبت الشخصيات، يعني جبتها تمام ولا ما جبتها تمام. طيب ونشوف دحين الشخصية الأخيرة اللي باقية معانا، وليتس جو. يلا يلا نشوف آخر شخصية معانا مين. آخر شخصية مرة كوهادها كثيرة، فأنا حط لكم عند كل كود شو اسمه، عند كل هذا الكود الخاص بي. يلا نبدأ ونشوف أول كود، بس خلينا نشيل العين هذه عشان يزبط معنا كل شيء. هذا أول كود، هذا ثاني كود،
طبعا عشان ايه انا جايبة كذا؟ شايفين، خدوا هذه الاكواد، ترى الاولى اللي حطيتها ترى تخلي لكم لبسكم كذا، يعني ما في لبس وكذا، فعشان تخلوه من غير لبس، عرفتوا؟ فهمتوا كيف؟ يعني مثلي تلبس اي لبس عادي ما يعلق معاكم، يعني زي اللي نزلت لكم مولي كيف تخلعوا التيشيرت وكذا، فهذا زيه. ايوه، ونلون دحين الشخصية، نلون الشخصية بهذا اللون. طيب، والوجه، الوجه ايش؟ ما نبغى شيء، خلاص شيلو شيلو. ايوه، من غير شيء احسن كذا، تمام. ايش رايكم في اخر شخصية؟ هذه اخر شخصية معانا، والله تعبت وانا ادور على الاكواد واجيبها، فخلاص انتم دحين عليكم تحطوا لي لايك وتعليقات ومشاهدة، وتنشروا المقطع في كل مكان، يعني حتى اذا ما عجبكم حطوا لي لايك، ادعموني بلايك عشان المقطع يوصل لكل الناس. وبس والله، هذا مقطعنا لليوم، في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. قولوا لي شو الشخصيات الثانية اللي تبغوها، انا سويت لكم اليوم اصدقاء قوس قزح، واشوفكم في مقطع تاني. شو اسمه؟ يقولوا له ريمبو فريند، ريمبو فريند اتوقع كذا اسمه. فاشوفكم في مقطع جاي، ومع السلامة.